إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة نعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء بسم الله العلي مستدرا فيض البركة على ما أنا له وأولى وأصلي بحمد موارده سائرة هنيا ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرار الكريمة والجبال واستمنح الله تعالى رضوانا يخصر عثرة طاهرة نبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه واستجديه هداية لسلوك السبل واضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطى وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا بقريا لعظما من النسب الشريف قد أن تحل المسام بحولا واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية ف
فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أطر اللهم قبره الشريف بأرف شظيم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.